إذ واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف آليف وأختها واهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء